بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب. معكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورغ والموزع الموسيقي، في سلسلة لتعليم الأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك تعريف المقامات العربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر إن شاء الله. اليوم غنديروا مقطع موسيقي جميل في أغنية أي دمعة حزن لا للمرحوم عبد الحليم حافظ، فنتمنى لكم الاستفادة وابقوا معنا. طبعا المقطع الموسيقي للساكس في المقدمة الموسيقية لأغنية أي دمعة حزن لا للمرحوم عبد الحليم حافظ. غادي ناخذ إيقاع سلو على سرعة 76 وناخذ صوت ساكس ثم نبدأ. دابا خدنا عليها فكره، دابا يعني غنعاود، دابا عزفناها بطريقه عاديه، دابا غنعزفوها بالبيتش. طبعا البيتش خاص فقط كل واحد يبحث في البيتش، يعني لان البيتش تختلف من اورغ الاخر. كما لاحظنا فمره درناها عاديه ومره ثانيه عملناها بالبيتش، فدابا غنعيدوها مره اخرى يعني بدون ايقاع باش نعرفوها ببطء. فهذه بشكل بسيط، والان غادي نعاودوها بالساكس وبالكمان. طبعا كانت هذه نبذة مختصرة عن المقطع الموسيقي الجميل بطلب من العديد من الإخوان، فنتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.